أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، السيدات، السادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعدتم مساء، وشكرا جزيلا على هذا الحضور في هذه الاحتفالية. بالريادة والتنمية نصنع معا مستقبلا واعد. في البداية أجدد التأكيد بأن برنامج حكومتي يعتني بالرؤية المستقبلية لوطننا الغالي، مثلما هو مكرس لإيجاد الحلول للمشاكل والمتطلبات الراهنة، فإن حكومتنا ماضية في اعتماد وتنفيذ خطة استراتيجية تنموية طويلة الأمد تهدف إلى تقديم كل ما هو ضروري لتأمين حياة لائقة لجميع العراقيين. خطة يكون فيها للمواطن الدور الأساس بالشكل والمضمون، وعلى الدولة أن تقدم كل جهد متاح لإيجاد المواطن المنتج، المواطن صاحب الكلمة الفصل في صياغة مستقبل شعبنا وبلدنا. اليوم تتعرض كل جوانب الحياة إلى تغييرات وتحديات هائلة، تحتاج أن نغير الطرق والأساليب المتبعة لمواجهتها، مع الحفاظ على القيم والمبادئ الأصيلة لمجتمعنا. هنا تبرز قضية ثقافة الريادة التي تستحق الاهتمام والتقديم والعمل على نشرها على أساس الثقة والذهنية المواكبة للتنمية، والهدف خلق مجتمع يتمسك بالعلم والعمل من خلال التشغيل المواكب للتطورات التكنولوجية والتقدم، على أن تكون فئة الشباب هي الفاعل الأساس في كل هذا العمل. إن رؤيتنا تتضمن استثمار كل جسد الدولة وكل المنظومات الحكومية والمراكز المؤسساتية في جميع محافظات العراق، وفي مقدمة هذه المؤسسات وزارات التعليم العالي والتربية والعمل والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة. فجهود هذه المؤسسات تستحق التثمين والتقدير لما قدمت وسوف تقدمه إن شاء الله من تعاون وسعي في تحفيز ثقافة الريادة وتنمية روح المبادرة، وهو ما سيعزز الهوية الوطنية في النهاية. نحن أمام توجه عام مجتمعي لخلق ريادة مجتمعية بامتياز من خلال التشغيل الذاتي وبناء فرص العمل اللائقة والضرورية، كما نسعى إلى تطوير منظومات التعليم التقني والتدريب المهني من ناحية المنشأ والكوادر التربوية والطلبة على حد سواء، ومن خلال التعليم القائم على المشكلة وبالتعاون مع الأصدقاء والاستفادة من التجارب الدولية التي تتناسب مع ثقافة المنظومة العراقية، وكذلك اعتماد إطلاق المبادرات التنموية ودعمها ومتابعتها لتصبح مؤسساتنا مكاناً للحلول والأفكار الرائدة. لذا عمدنا إلى إعداد مبادرة تنموية مهمة تبدأ محطاتها بتطبيق إلكتروني وتدريب وتمويل ومتابعة، حرصاً منا على خلق أثر حقيقي في المجتمع. وهنا أود أن أوجه خالص الشكر والتقدير إلى كل الأطراف الوطنية الداعمة في هذا العمل الكبير، وكذلك شركاؤنا الدوليون، وبالخصوص أصدقائنا في مملكة النرويج وسفارتها في العراق على دعمها للتجربة النرويجية.
التي صنعت لنا أساساً لبرنامج عراقي ناجح بامتياز، ليؤكد العراقيون مرة أخرى بأن بلادنا ساحة رحبة للإبداع والإنجاز والريادة وللتعاون المستقبلي بإذن الله. كما نقدم شكرنا لأعضاء فريق المبادرة وجميع العاملين فيها من إدارات عليا وإشراف ومدربين ومتابعين على جهودهم لتحقيق نجاح يتوازى مع النجاحات الأخرى الهادفة لبناء مستقبل واعد للعراقيين. اليوم ومن هنا نعلن إطلاق مبادرة في جميع محافظات العراق، في الجامعات والكليات التقنية والمعاهد الفنية والإعداديات المهنية ومراكز التدريب المهني ومراكز الشباب وحاضنات الأعمال للأعمار بين 16 إلى 50 سنة، أي أينما وجد الشباب، لاحتضان كل الأفكار العلمية والعملية المنتجة وتطويرها ورعايتها لتنعكس تأثيراتها الإيجابية على واقع الفرد والعائلة العراقية والمجتمع بأكمله. ومن أجل حجم العمل وإصرارنا الاستراتيجي على النجاح، سنعمل بمحورين. المحور الأول هو أن نبدأ بالإمكانيات والكفاءات المتاحة للتدريب في السنة الأولى، وصولاً إلى ما يقارب 100,000 مشارك نساءً ورجالاً، وكما يلي: في 20 منتدى للشباب من أصل 50، عندنا 50 منتدى على مستوى المحافظات، راح نبدأ ب20، وفي 34 مركز تدريب مهني، يعني كل مراكز التدريب المهني راح نشغلها، وفي 15 حاضنة أعمال، وفي 54 إعدادية مهنية من أصل 334، وفي 75 شعبة تأهيل وتوظيف جامعي من أصل 383، ونعدكم بالوصول إلى الجميع، إلى أبعد عراقي يحاول البحث عن فرصة حقيقية ولائقة. أما المحور الثاني فهو تأهيل أكثر من 1,000 قائد تدريب في الجامعات والإعداديات المهنية لجعلها مكاناً للريادة، وستتضاعف الأعداد في السنين القادمة، ولن ندخر جهداً لتحقيق ذلك، بل سنحاول جعل مقاعد الدراسة في العراق هي الحل والطريق نحو ريادة المجتمع. كما سندعم ذلك بقرارات وعمل من أجل توفير المدن الخدمية والصناعية لإتاحة الفرصة لكل الشباب المنتج والمبدع والمبتكر لتحقيق حلمه على أرض بلاد الرافدين. أنا وجهت كل السادة المحافظين لإعداد مشاريع من أجل إنشاء هذه المدن لكي تكون مهيئة لمشاريع الشباب. بعض المحافظات لديها مشاريع قائمة، والبعض الآخر سوف يكمل هذه المدن إن شاء الله. سنتمكن إن شاء الله من وضع طلبتنا وشبابنا على الطريق الصحيح من أجل احتضان أفكارهم وتحويلها إلى خطط منتجة ومتابعة نجاحها والحصول على فرصة تدريبية فكرية واقتصادية على الطريق الصحيح، مانحين للجميع فرصة الالتحاق والنجاح بإذن الله. على بركة الله أعلن إطلاق مبادرة ريادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالإمكان بدء التسجيل على موقع المبادرة منذ هذه اللحظة.